حدث أن الأم كانت رحيمة رغم عقوق الإبن، فكان الشاعر يقول: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما يريد به الضرر، قال ائتني بفؤاد أمك، يعني بقلبها، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فاستل خنجره ليطعن نفسه حتى يكون لعبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم مرة أخرى: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. إنها الأم.